بيجه منسيه تحترز، بيجك لها الوسخ، بيجك لتها الزبل، بيجك لتفي الطلاب، بيجك صر فيها الهم، شبابنا ضايع، صغارات هملت، ويني بيجة ويني بيجة؟ يا حسرة على بيجة. الله يخلف على رجل أم الأول. يا رب يرحمك يا زين، الله يرحمك يا بابا نايا. الفقر موجود، الشر موجود، الوسخ موجود، البطالة موجودة. نايا عمري 52 سنة، عندي 3 صغار في جيبي دينار. والله الظروف والله أعلم بها كيفاش. بخصنا كان على الطلبة باش نطلبوا متاع ربي. هاك تشوفي في الحالة كيفاش متاعنا، والظروف كيفاش متاعنا. أكبر بيريس هما الحكومة ذيك، أكبر بيريس. أكبر كورونا هما جوع فقراء. ريت الشمال من أول رئيس إلى آخر وتوا حد ما طلع عليها باشا، باشا منسية تحترز، كله ياكلوا من شرط باشا. تونس من بنزرت البندردان ياكلوا من شرط باشا، ياكلوا خيرات باشا، يشربوا ماء باشا، الرجال اللي تخدم فيهم. أه وين تو؟ وين توك؟ توا توا ولينا حشيك. أكبر بيريس هما الحكومة ذيك، أكبر بيريس. تعرف نقول لك حاجة، بيريس هذا يمشي على راحه، يمشي توفى يمشي، هما لا ما يمشيوش لأنهم فيريس فوق الأرض يدوروا. سامحني نقول لك حاجة، أنا توا راجل عمري 52 سنة، عندي 3 صغار في جيبي دينار، تعطيني الحكومة اللي يقول لك سكر البلاد. أه بالله يمشي ربي، نخدموا نحن في مرمى ونخدم اخر الدنيا، نمشي 10 كيلومتر مثال على رجليا في الليل باش نوصل. ها ماك تحبني نقعد؟ تحبني نقعد؟ اخويا خلص لي عيدي، خلص لي الطبل اللي عم الكريه، وخلص العباده زي اعطيها العباده زي اعطيها المريض يجيب ما زين كان سيه. وقفت كورونا، وقف سيه، وقف كل شيء. يا بابا اعطيني اعطيني، كنت طلع عليك قلت لي خرج برا اخويا، اعطيني مليون كل شهر، قلت لي خرج برا تري علي. ما تاوكش ال 200 دينار اعانه؟ اقسم بالله لا خذيت، والله العظيم لا خذيت، اقسم بالله. ورانا لهنا نعانوا في باشا، باشا راي صفر، باشا راي صفر، حتى صفر ما سماش. كبار المسؤولين خرجوا من الشمال الغربي، كبار المسؤولين خرجوا من الشمال الغربي، وكبار المسؤولين هما اللي يعصوا في الشمال الغربي الغدو من بعد غدو. انت علاش قلبك معبي هكا؟ قلبي معبي؟ نقول لك حاجه، علاش قلبي معبي؟ باه اول حاجه مش نقول هنايا اللي هي على السؤال سالتيهولي، تعرفي بالحق انا عشقتك تو، سؤال سالته حبيتك وعشقتك، سؤال هذا قولي علاش؟ ومش نعطيهولك بين قوسين اجابه على سؤالك تفهم البقيه. الله يخلف على رجل ام الاول. يا رب يرحمك يا زين، الله يرحمك يا بابا نايا، بابا نايا الله يرحمك. هذاك هذاك ترش يقول لك عنده ثلاثه امس لي فوق يمم امام الحنانه، يقول لك كي نجايز نضرب، وكي نضرب نشوي نوجع، وكي نوكل نشبع. هذاك اعطيني وخوذ، اعطيني وكل، هذاك ياكل ويوكل. والله العظيم نندبهم على تونس بالحق، ونندبهم اصل تونس الخضراء تندب عليها، تونس الخضراء، تونس خضراء تولات صفرة، ولات صفرة صفرة. شبيك تتنهد؟ نتكلم على ظروف وعلى المعيشة وعلى الشيء التعبين منه. اختي انا نسكن في الريف والبرة، هاك تشوف الخدمة متاعي في الحالة كيفاش. نطلع للجبل نحش كليل ونحش شوية زعتر ونجي، الركوب بخمسة آلاف لهنا ما نوصل لهنا، البيعان ما ثماش بيع، الشر قعدنا للشر وما لقينا باش نصرف. وسبعة في العائلة، عندي خمسة أولاد وناوي والمرأة سبعة، معناها الظروف تعبة على الأخ. قداش تصور في النهار؟ تواش نصور تما حتى 5000 6000 ما نصورهمش، نركب ب 3000 فرنك، فهمت؟ نركب ب 3000 واش باش يفضل منه؟ وليه سبعه في العائله، صدقيني والله سبعه في العائله. 3000 مصروف في سبعه في العائله؟ سبعه في العائله، قلت لك نركب ب 3000 فرنك في التاكسي ولا النقل، نجبد ب 3
4 كيلومتر باش نوصل حتى باش نركب. علاش؟ لان ما عندناش طريق اللي باش يوصل لنا وباش تجينا تاكسي وباش تجينا الكار. وين تسكن انت؟ نشير الخزنه المنشاه، فهمت؟ عندي وليدات يقلوا لهنا في الليسي، تعبين ياسر، فهمت؟ هاي الكار ما حبش تجي. هاك تشوفي من هالمرضى ذايا ولو سكروا علينا الكار. عندي بنيه تقرا في النفيام، والله منك وهي تقرا، والله منك هاني قاعده في الدار وما لقيني كيفاش نعم. بون شكاين عندنا بيس مسلك فلاح، فهمت؟ نشيل الخزنه المنشاه. شكاين عليا بعثوا لنا زوز تراكتورات حاشاك ريموركات، خدموا لنا شويه في البيس هذايا، عفنه وهربوا وخلوه. لا قال من نتعدوا كبير ومريض باش يتعدى، لا لقي غشير باش يتعدى من هاك البيس هذاك، وعروه وخلوها لنا كاك. معناها شكاين للوالي، شكاين المعتمد، شكاين للصولات الكل، وشيء ما ثماش حتى شيء. هنا قاعدين تعبين كاكا، والظروف الله اعلم بها كيفاش. يظهر لي متغشش على المسهولين الكل. متغشش عليهم، انا ما تغشش، انا الاكثريه متغشش على هنا. تو المسؤول الكبير غاديك يعطيك يقول لك تنهي بالولايه لهنا وخدمها بحقيقه، تصبح البيعه ما ثماش. احنا تعبين البرة، والله الظروف الله اعلم بها كيفاش. ما خصنا كان عاد طلبه باش نطلبه نتاع ربي. هاك تشوفي في الحالة كيفاش متاعنا والظروف كيفاش متاعي. عملوا لنا حل، كلمونا الرئيس، كلمونا الوزير الأول، جيت طلع على حالتنا هنا في باجة. باجة راهي تعبة ياسر، ظروفها تعبة باجة، والله ظروفها تعبة في الأخ. قل لي في باجة لهنا ما يجيوكمش مسؤولين؟ وما جيناش وما يطلش علينا حتى واحد، والله ما يجينا. والله تو قداش عندي في المنشار اللي يجيك واحد ولا يطل عليك، لا من شيخ لا ممنوع تمد لا والي. فارسينا من فضلكم، عندنا هالمسلك الفلاحي هذايا يقادوه لنا باش يتعدى المريض، رجل كبير باش نجيبوه للسبيطار، باش نجي يتعدى الغشير باش يقرا، ما يلقى كيفاش يتعدى. توقفوا معنا في هالشيء هذايا وتعاونونا، الظروف تعبه ياسر. الوالي والمعتمد نتاع الجهه على علم بالموضوع هذا؟ علمه. ها علمه يا انس يهديك، علمه. قلت لك بعثوا لنا زوج تراكتورات، خدموا لنا من 10 نهارين ولا 3 ايام، عفنوا البيس وقعدت هكاك. اش فيك متغشى على المسؤولين؟ متغشى على المسؤولين خاطري ما ثماش حتى يوعدوا وما يوفوش بوعدهم. باجك لها الوسخ، باجك لتها الزبله، باجك كثرت فيها الطلاب، باجك كثر فيها الهم، شبابنا ضايع، انسانة ضايعة، الهجاج ما لقيتش حل حياتها، الصغارات هملت، ويني باجة؟ ويني باجة؟ يا حسرة على باجة، ما عادتش باجة تو. بلاد الخير، بلاد القمح. بلاد الخير، بلاد القمح، بلاد الشعير، بلاد بلاد بلاد، لكن تو تعمالي حتى الفلاحة ما عادوش مساك. بالحق، كذا في كذا ما ثماش حتى شيء. كان الفقر موجود، الشر موجود، الوسخ موجود، البطالة موجودة. باه، تو صغارنا وشبابنا كيما يلقوش الخدمة. علاش؟ اش باش يعملوا؟ ثم شكون داخل توا في السجن؟ على عين المكان ولو كان نهزك ويجبدوا الملفات. ثم صغار مسدودين باطل، ثم صغار مسدودين اللي هما ما عملوا حتى شيء. ثم شكون من المؤسسة الكبيرة؟ جيبونا خوادة، جيبونا جيبونا جيبونا. إذا كان هو جبد روحه ما حبش يجيب لهم الخوادة باش يعلي روحه بذاك وذاك وذاك يتحشى في الحبس. علاش؟ شبيه الظلم موجود ياسر في باشا. عندي بنتي كانت تخدم في المعمل، حبست المعامل، حبسوه وخرجوهك. الخدامة قلال ناس تاكل في خبزها، وما بركة حالتنا المعامل هنا زوج معامل ولا ثلاثة. نزلوا عليها نقصوه بطلوه. عندي بنية من الباك والله بطلوه، هاني حابسة في الدار وراقدة تضرب في النوم. معناها ما ثماش، يا شباب ضايع، شباب قتلتها البطالة. كما قالت لك يولي يرجع للسرقه ولا الواحد. مدام فما مشاريع في باجه؟ فما المعامل هو، معنا شنو المشاريع؟ معنا حتى مشروع، شنو المشاريع؟ فماش مشاريع. حتى اللي باش يجينا للشمال الغربي مشروع يهربوا بيه لبلايص اخرى، لكن باجه علاش؟ ما نعرفش، يكرهونا نحن الشمال الغربي، يكرهوا اولادهم، يكرهوا عبادهم، ما نعرفش علاش. لكن نحن عندنا رجال، نسينا رجال، وتبارك الله مفتخرين بهم ونحترموهم ونقدروهم. تبارك الله عليهم رجال بكلها باجة. من بعد الثورة التو شنو هي الإنجازات اللي صارت في باجة؟ ما صار حتى شيء، ما ثم حتى شيء، حتى شيء ما ثم، حتى شيء. تويكا والله والله تصدقيني، يا واحد عنده خمسة في العيلة، أه؟
راجل دموعه تقطر في كل مطر ما لقاش باش يشري باكو حليب، يمشي يشكي يقولوا له بر خدم على روحك، اعطيني الخدمه اعطيني الخدمه خليني نخدم، يقول له بر امشي يا من حياتي وما تماش الخدم ونهي الخدم. عايش اختي باجا ياسر ياسر تعبه باجا.